إلى أبعد مدى يعلو العراق منتصراً بعقول أبنائه من مفكرين وأدباء وعلماء، يعلو منتصراً على محاولات اغتيال للنيل من إنجازات رموزه. والقادسية هذه المرة موقع الحادثة الجديدة لمحاولة اغتيال رئيس مؤسسة المدى والكاتب الصحفي الكبير فخري كريم أحمد زنجنة. في 9 مساء وعشية عودته من معرض العراق الدولي للكتاب، تعرض مسلحون مجهولون كانوا يستقلون عجلتين نوع بيك أب الطريق لإيقاف سيارة فخري كريم، ثم قاموا بإطلاق الرصاص على سيارته من أسلحة الرشاشة ولاذوا بالفرار. المسلحون أطلقوا 11 رصاصة، ورتل حكومي مر بالصدفة أنقذ كريم من الموت. وقع الجريمة ضج في الأوساط السياسية وليس في الثقافية وحدها. تمثل الموقف بزيارة رئيس تحالف التقدم محمد الحلبوسي لمعرض العراق الدولي للكتاب متجولا برفقة فخري كريم. اتضحت الرسالة إذن، وأكدها الحلبوسي، هي محاولة تخويف ضمن حرب العقول والأفكار. نعرب عن أسفنا لما تعرض الأخ فخري كريم من محاولة بائسة، محاولة تخويف، هي حرب ضد العقول، حرب ضد الأفكار. مؤسسة المدى أصدرت بيانها بأن محاولة الاغتيال تؤكد الدور المؤثر الذي يلعبه فخري كريم ومؤسسة المدى في الحياة السياسية والثقافية العراقية، وهو ما يبغض المتربصين بتقدم البلد. الحزب الشيوعي شدد على أن محاولة الاغتيال فعل مشين، طالب الحكومة والقضاء بالتحقيق العاجل فيها. وقع محاولة الاغتيال ضج في الأوساط السياسية. توحدت رسائل التضامن من شتى المنابت السياسية ومن مسؤولين في العراق ومن خارجه. رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، رئيس تيار الحكمة الوطنية عمار الحكيم. محاولة الاغتيال ليست الأولى من نوعها، هكذا كان لسان حالهم، برسائل ثابتة على أن محاولة الاغتيال فاشلة ولن تثني كريم عن مسيرته. محاولة الاغتيال ليست الأولى من نوعها، لكنها محاولة إيقاف مسيرة رمز عراقي مفكر وصحفي من الشخصيات الثقافية البارزة في العراق والتي لعبت دورا محوريا في العملية السياسية. فهو كبير مستشاري الرئيس الراحل مام جلال في بغداد، أسس العديد من الصحف والمجلات للحزب الشيوعي، وانتخب نائبا لنقيب الصحفيين في عام 1970 ولمدة 10 سنوات. ورغم محاولة اغتياله وعمليات اعتقاله، إلا أنه اختار بغداد بعد هجرة عمل حزبي وسياسي دامت نصف قرن ليحيي رسالة التغيير. ومن المدى إلى أبعد مدى، إلى عراق حر، يستمر كريم وقلمه نابض لأجل بلاد تحيا فيها العدالة.